مشروع يرتكز على فنون الشارع وبالأخص الفن الجرافيتي. مشروع بلدك لفنون الشارع هو مهرجان يعقد سنوياً بتنظيم من مسرح البلد في عمان بالتعاون مع فنانين ومؤسسات شريكة، حيث يجمع المشروع فنانين وفنانات الجرافيكي في الأردن والعالم العربي على مدى 5 أيام لرسم جداريات على جدران المدينة. مهرجان هاي السنة موضوع عالم وناس، هذا الثيم، فكل فنان عم بيعمل عن عالم وناس. هو الموضوع جاي من جهتين، هي اللي هو علاقة الفنان بالمجتمع، وكمان هي انه جزء من المجتمع، انه بدك تمثل جزء من المجتمع. وبالنسبة لي انا عم بلاحظ هالفترة انه يعني ما بكون في جزء من التمثيل العربي أكتر، يعني حتى لما تيجي تشوف الستريت آرت اللي عنا بتشوفه أنه أكتر مستوحى بالغرب، حتى لك إذا كانت وجوهها أو ستايلات بتشوفه كتير مستوحية من الغرب. فأنا غايتي كنت عم بحاول أنه أطلع أكتر من اللي جد موجود بالمجتمع، يعني اللي جد اللي عم بيمشي بالشارع كل يوم. وهي عشان هيك نقيت المرأة، عشان بالنسبة لي بحس المرأة مش هي بس جزء من المجتمع، هي اللي بتعمل المجتمع، هي طبقات المجتمع كلها بتنزل من المرأة. Well, this is the picture of Dag Hammarskjöld. He's a former general secretary of the United Nations. He's a Swedish person. He was a Swedish person because he has deceased. He was active during the 60s as a diplomat for world peace. And he had many important diplomacy missions, especially here in the region of the Middle East. He was the negotiator between Israel and Palestine. انطلقت الدورة السادسة من مشروع بلدك في عمان بدعم من إدهانات ناشونال، حيث عمل الفنانون مع بعضهم بعضاً ليضيفوا لمساتهم الفنية على جدران المدينة. مشروع بلدك كشف عن العلاقة بين الفنانين والناس من المجتمع المحيط والمحلي لمدة 5 أيام عبر جداريات ملهمة تعبر عن الفنانين والمجتمع في مناطق متعددة، أهمها الصوفية، مرج الحمام، ماركة، طريق الحزام، الهاشمي، جبل عمان، الرابية.